شوفوا هذا. شوفوا كيف خادمينو. ايش في حجره؟ شوف شوف شوف. هيا بصحتكم. بصحتنا. شوف شو راس مين. شوف. السلام عليكم. قال امين. السلام عليكم. خوا السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله تكونوا بصحه جيدة. معنا اخونا امين. اليوم باذن الله تعالى عندنا جولة الى غابة امان وراء اللي تبع بلدية عين تركي بولاية عين دفلة. هاي الغابة ورانا اللي كامل باذن الله نسيو كيفاش نمشطوا منها بعض الاماكن، ونزيد نوريكم واحد المنطقة شابة يسموها منطقة تاع الصفصاف، وكذلك نوريكم الراية تاع التران يعني التينال اللي خرج من لاكار تاع الريوة حتى لهنا الواد زبوج، وهاي اللي هو زبوج لتحت كامل. هكذا امين. كلمة كلمة. يعطيك الصحة. بلا مزيان. هذه هي وان شاء الله تكون ريحة ان شاء الله تعتبر من المناطق العذراء في ولاية عين دفلة. في عين دفلة وقليل اللي راه داير عليها فيديوهات يعني. قليل اللي عارفها وقليل اللي داير عليها فيديو. ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. هكذا هذيك راكم تشوفوا فيها عين التركي. هاوليك جبل الزكار كامل. هذاك هو. وندوروا من هنا. هاي لك اللي هو الزبوج اللي تبع بلدة الحسينية. وهاي الراية تاع التران. هاي لك. وكاين تينين راه لهنا. وهذيك هي منطقة تاع الصفصاف. حنا اللي راح نروحوا ليها. وكذلك راح نمشطوا هذه الغابة كامل من هنا. هكذا خوتي. طلعنا فوق واحد هذيك واحد البيو مهجور. وهذيك من غابة مانورا تبان لكم. اليوم الجو راه مغيم. الجودة ما كانش راه الجودة تكون ناقصة. وهذا اللي راكم تشوفوا في حي الفروج. الكوبانية احنا نعيطوا لها الكوبانية. هذا حي الفروج. وهيك عين تركي لهي. هذه عين تركي. وهاوليك جبل زكار. جبل زكار اللي فوق عين تركي. هاي ليك فوالا. وهذه اللي هنايا مساعدية. حي المساعدية. هاليك نروح. وهذا اللي راكم تشوفوا فيه بيو مهجور. وهيك مليانة كامل هي. هاي مليانة. وهذه الحمامة. اوكي. انا اخونا امين. خاوة قبل ما ننسوا تقريبا نحطوا فيديوهات قصيرة يوميا على حسابنا بالتيك توك هذا لكم تشوفوا فيه، وكذلك على صفحتنا في الفيسبوك. تقدروا تتابعونا ونخلو لكم رابط الحسابات في صندوق الوصف. دوك نكملوا طريقنا مال هيك. هاي ليك هاي ليك. ونطلعوا لفوق القنطاس. هاي واحد الطريق تبان لكم لهي راكم تشوفوا فيها. هذيك باذن الله تعالى نطلعوا ليها. ومن بعد كنعاودوا نرجعوا ونكملوا هكذا ونهبطوا للصفصاف هذاك ونخرجوا في واد الزبوج. الخاوة هذه راكم تشوفوا فيها لهيك هالك. هذا ماهوش بيو. هذا راكم تشوفوا فيه بوست تاع السينيال تاع من وقت فرنسا كانت خدمته ثم. كانت تتعامل مع بعضهم يعني من بوست لبوست بالاشارات يعني بالسينيال هذاك. هذاك كاش نهار نطلع عليه ندير لكم عليه فيديو. دوك الوقت ما يكفيناش لازم نكملوا مع هذه الطريق. المرة الجاية إن شاء الله ندير لكم عليه فيديو. هذا بوست تاع السينيال كاين منه كاين في الروينة كاين فوق حمام ريغا. كيما راكم تشوفوا لقينا هنا واحد البير جاي في وسط الغابة. ها شوف كيفاش داير ومخدوم قديم قديم. شوف شوفوا رايح لتحت كامل ومبني فوق حجرة. ها كيما تشوفوا الحجرة هذه رايح رايح. وهنا ما كان لا سكان لا والو في وسط الغابة. رايح غامق تشوفو. ايه طيش في حجرة رشيد. طيش في حجرة. شوف شوف شوف. رايح. ايه طويل بزاف طويل غامق بزاف. هنا واحد تبان لو كاش واحد يجي ما يبانش. والله ما يبانها. هاي فين الطريق تاعو. مالك دوك نزيدو نكملو طريقنا من هيك. خوا هذاك هو الصفصاف لكم تشوفو فيه.
وهذه الام نوره ولا يما نوره كانت ساكنه في ذاك البلاصه. دوك باذن الله تعالى نوصلوا للسكنه هذيك نوروها لكم هكذا، ونعطيكم بعض المعلومات على الام نوره، والله اعلم ما احنا على واش سمعنا يعني. دوك وصلنا لهذا المسار هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هاوليك الفوق طالع، هذا خرجنا الفوق كامل في مانورا يعني في القنطاس هذاك. هذا كذلك المره الجايه ان شاء الله ندير لكم عليه فيديو، سمحونا الله غالب اليوم نهارها قصير بزاف، سما خرجنا مع الحشيه ما نقدروش، ما يكفيناش الوقت. يبا واش نديروا نكملوا منا مع هذا المسار باش يخرجنا في الديار تاع هذيك الام نوره يما نوره هكذا. وهذا هذا الطريق اللي خرج منه، تخرجنا الفوق كامل في القنطاس، وتدور منه على عين السلطان، طلع على الخميس، على مليانة، على عين التركي، طلع هكذا وتخرج وتهبط. المهم هذا خلوه مرة أخرى بإذن الله. شوف الخوا، شوف جبل الزكارة هيك كيفاش راه يبان، وهاك الطريق اللي جينا منها هايك، هاذيك هي، شوف هنا أدغار راهي هنا. فوالا نزيد نزومي لكم لهنا، شوف البلاصة هاذي، فوالا، اليوم الجودة مش كاينة، بس كل حالها كامل راه مغيم، هاي حبة مطر. خلوية هذه هي غابة مانورا، وشكون اللي كان يدخل ليها؟ شكون كانش اللي يدخل ليها؟ هذه في التسعينات كانت من أخطر الغابات المتواجدة بعين الدفلة، هذه غابة مانورا، كي تسمع كلمة مانورا تخوف. والحمد لله على نعمة الأمن اللي رانا فيها، هاكم تشوفوا أنا نسركيليو ها. وتحية لخوتنا يعني الجيش الوطني الشعبي اللي حرر هذه الأماكن بالتضحيات أكيد، الله ربي يرحم اللي ماتوا في العشرية السوداء. هذا هو الصفصاف، شوفوا خوتي هذا صفصاف لكم تشوفوا فيه، ما تأمنوش عقلكم الداخل، واحد البلاصة ما شاء الله صفصاف هنا، واحد البلاصة الداخل فيه واحد العين الله يبارك لا مازالت تسيلة، كاين واحد العين تسيلة. ودركا وصلنا إلى مزرعة الأم نورة، هذه الأم نورة هي معمرة فرنسية استولت على جميع الأراضي بهذه المنطقة بحماية الجيش الفرنسي أكيد. وهذه لكم تشوفوا فيها مطحنة أو محصارة للخمر، كانت تعصر العنب هنا وتنتج الخمر أكرمكم الله. هذه الأراضي كانت تنتج أجود أنواع العنب في هذاك الوقت يعني في عهد الاستعمار. دركا ندوكم تشاهدوا المصنع، قبل ما نشاهدوا المصنع نشوفوا الحاله اللي وصلت لها هذه الطاحونه ولا المطحنه ولا الحجره اللي طحن بها يعني العنب. هذه هي راهي كسروها بالكامل، هاي اللي تكسرت فوالا. دركا ندوكم الى المصنع تاعها، هذا يعتبر مصنع صغير يعني في المزرعه تاعها، وكان ينتج اجود انواع الخمر اكرمكم الله، وكان الخمر تاعها هذا يصدر الى فئه معينه في اوروبا يعني الى رؤساء وامراء في اوروبا. هذا هو المصنع تاعها، دوك نديرو فيه جوله بالكامل. البلاصة هنايا كبيرة بزاف، هذا الله أعلم مخدومة برخام هذه. كاين من ثما أمين، كاين من ثما لتحت. نزيد نطلع من الفوق، هاياك شوفو هادو سهاريج كانوا هنايا، هادو راكم تشوفو فيهم، هادو هنا كانوا يخمروا فيهم العصير تاع العنب. شوفوا هذا كذلك سي هاليكا، شوفوا نهبطوا امينة هاليك، شوفوا دوك زيدو نهبطوا الجهة هاذيك
يعني قديم قديم بزاف هذا. هذه كامل غابة مانورا هذه. من بعد ما كملنا من هذا المصنع اللي شتوه فوالا ونا هابطوا من ذي الجهه منا باش نروحوا الغابه تاع الصفصاف هاي كلها. الله اعلم الصفصاف هذاك بري امين يبس كامل. لا راه بدا يبس يا عبد القحيل باش كمغزل فوالا. ندخلوا هنا الغابه الصفصاف ومن بعدها نكملوا نخرجوا تحت للتينال. هذاك التينال اللي راه لتحته اللي تاع القطار يعني اللي راه فايت منا تحت الارض وخارج في عريوه يعني في المساعديه هكذا محطة القطار تاع العدلية. درك واخيرا وصلنا الى غابة الصفصاف. هذه غابة الصفصاف بلاصة شابة تريحوا فيها تفطروا فيها تجيبوا الاولاد هنا يحوسوا يلعبوا يعني بلاصة ما شاء الله. ان شاء الله نلقاو غير هذيك العين تسيل برك باسكو كاين واحد العين في الوسط تسيل. هذه هي الصفصاف ها. اسمع اسمع زواوش ايه ندا شوف روح شيش شوف حالها كامل خضراء الله يباركها. هذه غابة الصفصاف قليل اللي يعرفها. هذه هذه راهي جاية في غابة مانورا. هي غابة غير صغيرة مش كبيرة ولكن روعة. هذيك العينه هنا هي جايه ان شاء الله نصيبو. هاي ناشفه راهي ناشفه ديجا حفروها على ديجا حفروا عليها راهي ناشفه. كانت تسيل هي ملهي وجهي باش نشوفو منا. لا هي ناشفه كانت هذه كامل منا تسيل هكذا ما شاء الله. من بعد ما خرجنا من غابة الصفصاف لقينا هذا البسينة تاع الماء هادو راكم تشوفو خادمينهم والتينال يعني تاع التراب جاي هنا لتحت ماهوش بعيد هاك هاو جاي غير هنا لتحت. لو كان نكملو كيما هكذا نخرجو في واد الزبوج دوك نجوزو من هنا على هذه الجهة هاك. وأخيرا وصلنا للتينال اللي خرج الواد الزبوج هاليك هاو جاي من هنا شكون خادمينو. هذا مو وقت فرنسا فوالا هاكا نروحو الرايه الرايه غير الواد الزبوج نهبطو هاكم تشوفو كاين واحد الدرج منا خادمينهم هاوليك شوف الدخلة تاعو. هذا هو الدخلة تاع التينال اللي خرجها محطة العدلية تاع عين تركي محطة تاع الريوة ويكمل حتى الخميس وروح. هذا منا تاع واد الزبوج يعني خرج في واد الزبوج. دوك نوصلو للجسر القديم هذاك تاع واد الزبوج الكبير هذاك زيد نصوروه لكم. دوك ندوها من الرايه الرايه وانا رايحين. وهذا لكم تشوفوا فيه ما تبقى واحد البنيان كان هنا سبيسيال خادمينو على جال التينال هذا. هاو باين قديم شوفوا كيفاش راه داير مكسر كامل ما طلعناش ليها جاي الفوق. وهم لك واحد لي زيسكالي هنا يهبطوها فوالا. شوفوا داك السور كيفاش مخدوم شوف عباك باللي كيشوف خدمه كيما هذه تستغرب والله تستغرب.
كيفاش كانوا يخدموا بكري وكيفاش راهم يخدموا دركا، فرق كبير والله، غير فرق كبير. فوالا نكملوا طايقنا الواد الزبوت، نكملوا طايقنا الواد الزبوت. الساعة دوكا شحال الساعة أمين؟ 5:30. هاي 5:30 تاع العشية، رانا نستناو هنا في التران بالك ما يجوز ولا باش نصوروه لكم. المهم تو رانا نبنجوا كما راكم تشوفوا، هاي الكتينة جي عفساتها حاجة خفيفة، ورانا نقرعوا في التران هنا بالك يجوز ولا باش نصوروه لكم. هيا بصحتكم. ها بصحتنا. ندخلوا الكاريطة الداخل نطرقوا خوا. رانا وصلنا دركا فوق القنطرة تاع واد الزبوت، هذه هي القنطرة تاع واد الزبوت، هذه هي دركا رانا فوقها شو شو. وهاي روت ناسيونال الطريق الوطني، هذا رقم 4 اللي يعيطولها طريق الخول اللي طلع على الخول. هاي الشارع هي تطيح، والله جات المطر. ندخلوا في الكاريطة هذه نطرقوا، لحقت وحده المطار القوي شكاين. ادخل ادخل مكان والو، شمخنا كامل والله يباركها. وحده الامطار هنا ثاني يبان شبابه قويه خو. هنا تخوف شوش راسمين، شوف شوش راسمين، شوف هنا الحاله راهي تخوف. وهيك المطر تهبط الله يبارك خيرات. خوا هذا هو جسر تاع واد الزبوت، هاليك بالطريق الوطني رقم 4، هاليك كما تشوفوها. هذه هي طريق الخول، ولا كيما يعيطولها طلعة تاع الخول اللي طلع. فوالا خوتنا راه جاي لي وصلنا دركا، لي عاود يرجعنا دركا العين التركي كيما رانا تشوفو انا في القنطرة. هيا خوتنا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تحياتي وسلام. الخوة ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تبعونا على حسابنا بالتيك توك اللي نخلوه لكم في صندوق الوصف، وكذلك على صفحتنا في الفيسبوك، باسكو راح نخلو لكم فيديوهات قصيرة تقريبا يوميا نبارطاجيوها. تحياتي وسلام.